السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة الشروق. وجه رئيس الجمهورية عمر البشير أجهزة الدولة بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالأحداث والتظاهرات التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي. وقال وزير العدل عقب لقاء الرئيس البشير إن اللجنة بدأت عملها ووضعت خطتها واطلعت على تقارير من الجهات المعنية، مؤكدا أن اللجنة ستتحرك على مستوى العاصمة والأقاليم بزيارة كل الولايات التي شهدت الأحداث. دعا رئيس الجمهورية عمر البشير إلى تكثيف الجهود في العمل الدبلوماسي بما يحقق المصالح العليا للسودان. جاء ذلك عقب لقاء سفراء جدد للسودان لدى سوريا والكويت والأردن والساحل العاج وألمانيا، بجانب مندوب جديد للسودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وقال السفير كمال إسماعيل الذي اختير سفيرا للسودان لدى سوريا إن توجيهات البشير بعمل شراكات مثمرة تخاطب القضايا الحالية للبلاد. جدد رئيس الوزراء معتز موسى التأكيد على حفظ جميع حقوق العاملين بميناء بور سودان واستقرارهم مع إنفاذ بند المسؤولية المجتمعية بالبحر الأحمر بواسطة الشركة الفلبينية المشغلة لميناء الحاويات، كما استمع مجلس الوزراء لتقرير من وزير الخارجية حول مسار الحوار مع الولايات المتحدة وصولا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فضلا عن دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين. أعلن بنك السودان إلغاء حظر تمويل العربات والعقارات وسمح للمصارف بتمويل تشييد العقارات، كما وجه المصارف بتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن حجز شحنة دقيق قمح قادمة من مصر والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية. وأنفت الهيئة في بيان توضيحي دخول شحنة دقيق قمح هدية مقدمة من مصر بدون أي إجراءات فنية. وأكد المدير العام لهيئة المواصفات أن شحنة الدقيق سحبت منها عينات بغرض إجراء التحاليل والاختبارات المتعلقة بالصحة والسلامة للتأكد من خلوها من أي ملوثات ومطابقتها للمواصفات. نهاية الموجز. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. تحية لكم وإلى اللقاء.